يشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، أحييكم تحية طيبة مباركة في هذا اليوم الذي نحتفل معا بافتتاح أعمال ندوة محافظة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني والمعرض الوثائقي المصاحب لها. وإن انعقاد الندوة التي تمثل مجالاً مهماً لالتقاء الباحثين في إطار الجهود القائمة في تعزيز دور البحث العلمي من خلال دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في تنظيم هذا الحدث وتحقيق أهدافه، فهي بذلك تعمل على توسيع اتجاهاتها ومسارات عملها ودعم التقنيات الحديثة من المعلومات والوثائق والوسائط المختلفة والارتقاء بها ونشر الثقافة الوثائقية ورفع الوعي في كل فئات المجتمع. ندوة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، وتهدف هذه الندوة إلى تعريف المجتمع العماني بالمكانة التاريخية التي لعبها الإنسان العماني وأدى دوره في مختلف الحياة والعصور المختلفة من خلال الحقب التاريخية المختلفة وما أنجزه على مدار الحضارات المتعاقبة في هذه المنطقة. وإذا ما نظرنا إلى حضارة مجان وتواصلها الحضاري والتجاري وعلاقاتها مع الحضارات القائمة في ذلك الوقت، وبالتالي أيضا دور هذه الولاية وخاصة صحار في استقبالها لعمرو بن العاص مبعوث رسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان، وبالتالي أيضا أكرموا هذا الوفد الصحابي الجليل والوفد المرافق من الصحابة معه. حقيقة نشكر هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تنظيمها هذه الندوة، ندوة شمال باطنة في ذاكرة التاريخ العماني التي تنعقد في خلال 21 إلى 23 أكتوبر من هذا العام، وكذلك المعرض المصاحب الذي يمتد إلى تاريخ 26 من شهر أكتوبر. طبعا هذا المعرض وهذه الندوة ستخرج الكثير من مكنونات التاريخ المشرف لشمال الباطنة، حيث هناك الكثير من الوثائق والكثير من المخطوطات والمحفوظات الوطنية التي ينبغي على المجتمع رؤيتها وأيضا تدارسها وأيضا تأصيلها التأصيل الجيد حتى نبني عليها حاضر مشرق ومستقبل زاهر إن شاء الله بإذن الله تعالى. كل هذه الجهود ينبغي أن تكرس في خلال تنشئة الصالحة، وأيضا هي دعوة حقيقة لجميع الأهالي وجميع المهتمين لزيارة هذا المعرض والذي سيكون مفتوحا في الوقت الصباح ووقت المساء. ونشكر حقيقة جميع القائمين المنظمين لهذه الفعالية والتظاهرة الثقافية الجيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تأكيدا للدور الذي تقوم به الهيئة للتعريف بالدور التاريخي والحضاري الذي تزخر به مختلف مدن عمان العريقة، يأتي تنظيم المعرض الوثائقي شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني إلى جانب الندوة التي تحدثت عن هذا الموضوع. وبطبيعة الحال كل الأجنحة أو كل الأركان الموجودة في هذا المعرض تتحدث عن تاريخ محافظة شمال الباطنة، بدءا من تاريخ التوثيق والأرشفة، استمرارا بعد ذلك بدخول أهل عمان الإسلام، وكذلك أيضا هناك مجموعة من الوثائق
التي اختصت للحديث عن محافظة شمال الباطنة في ذاكرة التاريخ العماني، والتي أبرز من خلالها الأدوار الحضارية التي يقوم بها الإنسان العماني والكثير من المراسلات التي تربط السلطة الحكومة مع المواطنين، إلى جانب ركن خاص معني بالوثائق الخاصة، وهو الذي يؤكد اهتمام المواطن بأهمية تسليم وثائقه لدى الجهة المعنية وهي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.